زعامة الجبل محمد بن عبد المحسن بن علي ويقولون له السمن العرابي. حكم بالجبل 33 سنة وكان مدين وجميل للدعوة الوهابية سعود وهو رئيس بالجبل على شمع. اسقطت الدرعية بيدين ابراهيم باشا التركي وخذ من الدرعية 400 نفر من آل سعود وكبارها النجد ومن ضمنهم عبد الله كان أميرا بالدرعية عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ودفعهم المصر ومن مصر صلبوا باسطنبول بتركيا. ويقولون ان عبد الله وعشرة معه تضخم الوالي التركي بصفرية ويسمونها النجد ابراهيم باشا الطباخ لان حمود العبيد يقول هم ادرى بجبالنا الحمر والسود عيد على الطباخ في كل الحالة. ابراهيم باشا لما استولى على الدرعية سحب قوته الى القصيم واستولى عليها وخذ حجيلان وذبحه بالمدينة واصطفى قبي حايل وضارب بجبال حايل 6 شهور وعجز وبعد ما عجز عن حايل انكف للمدينة ودفع الحبشي معه 6 رجاجيل وقاموا يدورون على محمد غياله وفعلا سطوا عليه بالبيت وذبحوه وقطعوا راسه وخلوا جثته بالقصر. ويقول احدى الشعراء يا حيف راس الشيخ تلعبها الروم متذابلين بينهم يجذرون. دفن جثة محمد بن علي بالزبارة جثة بدون راس واكتب عليه امير المسلمين لانه كان دي. محمد له 4 بنات سلمى زوجها عبد الله بن علي بن علي بن رشيد وعبطه زوجها اخوه عبيد كان عيالا على اولهم وكانت بهم الخيارة. بعد ما مات محمد تولى الامارة صالح بن علي. وكان ما هو راضي على عبد الله وعبيد لان عبد الله وعبيد